سيدنا، السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة من برنامج للا بلادي. والقصة ديال اليوم غادي ترجع بنا للوراء وتحديدا لمرحلة الطفولة. وملي كنقولوا الطفولة أكيد كنتذكروا الأشياء الجميلة اللي كانت عندنا، وفي كل مرة كنجمعوا فيها مع العائلة ولا مع الأصدقاء كيجينا الحنين لهذيك الذكريات الجميلة اللي كنا كنعيشوها في الطفولة ديالنا. ومن بين الأشياء الجميلة اللي كانت في الطفولة هي الأغاني اللي كنا كنغنوا. ومن بين هذه الأغاني اللي كنا كنغنيوها في الطفولة ديالنا هي الأغنية ديال تيك شبيلة تيولي ولا. وكتقول الكلمات ديال هذه الأغنية: تيك شبيلة تيولي ولا، ما قتلوني ما حيوني غير الكاس اللي عطوني، الحرامي ما يموتش جات خبارو في الكوتشي. هذه الأغنية هذه بالرغم من أن التكنولوجيا طغت على الحياة اليومية ديالنا، إلا أنه باقي للأطفال إلى يومنا هذا كيرددوا هذه الأغنية هذه وكيحتفلوا بها. بل أكثر من هذا، حتى في الأعراس المغربية كنسمعوا هذه الأغنية هذه. ولكن السؤال اللي ما عمرنا طرحناه في الطفولة ديالنا على هذه الأغنية وعلى الكلمات ديالها، لأننا إذا شدينا هذه الأغنية ودققنا فيها واحد شوية غنلقاو بأن الكلمات ديالها بعيدة كل البعد على الطفولة وعلى الكلمات اللي كنداولوها بيناتنا في هذاك السن الصغير. ملي بدينا تنكبروا شو شوية بدا الفضول ديالنا كيتزاد على المحتوى ديال هذه الأغنية، وعلاش تيك شبيلة تيولي ولا، وكيفاش الحرامي ما يموتشي، إلى آخره من الكلمات ديال الأغنية. فإذا بنا كنكتشفوا باللي هذه الأغنية هذه عندها واحد القصة، والقصة ديالها قصة حزينة وبعيدة كل البعد على الطريقة اللي كنا كنتغنوا بها. حسب ما وثقته بعض الكتب ديال التاريخ كيقولوا بلي هاد الأغنية هادي كيرجع للأصل ديالها للفترة ديال الأندلس، وتحديدا في الفترة اللي طردوا فيها الموريسكيين من إسبانيا وكانوا جايين في الاتجاه ديال المغرب. بانت هاد الأغنية هادي للتعبير على المعاناة ديالهم وللتعبير على المعاملة اللي تلقاوها أثناء التهجير ديالهم من الأندلس. القصة ديال هاد الأغنية كانت في البداية ديال الفتوحات الإسلامية. في هذيك الوقت موسى بن نصير جهز واحد الجيش قوامه 700,000 جندي بقيادة طارق بن زياد، وتوجهوا للشمال ديال إسبانيا لفتح الأندلس، ونجحوا في الدخول إلى شمال إسبانيا، وبدأوا كيدخلوا من مدينة لمدينة حتى خداوا الأغلبية ديال المدن الإسبانية. وعاشوا المسلمين في الأندلس واحد الفترة ديال 800 عام، وفي هذه الفترة ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية اللي مازال شاهدة إلى يومنا هذا على التاريخ ديالها في إسبانيا. كما أن هذه الفترة ميزات بانتشار الإسلام، إلغاء الطبقية، الحرية الدينية وتعلم اللغة العربية. وكانت الحضارة الإسلامية في هذه الحقبة في الأوج ديالها، بحيث أنها ازدهرت وتعرفات في كل دول العالم، وكانت كتستقطب الباحثين من مختلف دول العالم. ولكن كيف تيقولوا، دوام الحال من المحال. من بعد واحد الفترة الدولة الإسلامية بدأت كتنقص القوة ديالها، وبدات كتضعف وما بقاتش بنفس القوة اللي كانت عليها من قبل، وبدات الصراعات ما بين المسلمين كتكتر، شي اللي خلى الإسبانيين يبداو يخططوا لاسترجاع أغلبية المدن في إسبانيا. وبدات الحرب ما بين جيوش المسلمين والجيوش الإسبان، وسميت هذه المرحلة بحرب الاسترداد، ونجح الملك فرنانديز الأول في استرجاع العديد من المدن الإسبانية. وهنا المسلمين واليهود ولاو مضطهدين من طرف الجيوش الإسبانية، وتم تعذيبهم وطردهم بأبشع الطرق فيما سمي بمحاكم التفتيش. في هذه الوقيتة اللي طردوا فيها من الأندلس وهم راجعين في طريقهم إلى شمال إفريقيا، بدأ البعض منهم كيردد هذه الكلمات ديال الأغنية ديال تيك شبيلة تيولي. والكلمات اللي في هذه الأغنية لم تكن للتعبير عن الفرح، وإنما عن الحزن والمعاناة اللي لقاوها في إسبانيا. الشرح ديال الكلمات ديال الأغنية وعلى حسب بزاف ديال المؤرخين كيقولوا باللي القصد من تيك شبيلة تيولي ولا، تيك شبيلة كيعنيو بها تلك إشبيلية، تيولي ولا هي سنولي لها، أي سنعود إليها، غادي نرجعوا لها. ما قتلوني ما حيوني كيعنيو بها باللي التعذيب اللي تعرضوا ليه ما خلاهم يموتوا في مرة واحدة، ما خلاهم يعيشوا في مرة واحدة،
الحرامي ميموتشي. الحرامي المقصود بها هنا هو الإسباني. ميموتشي كتعني بأنه بالرغم من أن المسلمين فتحوا الأندلس إلا أن الإسباني مماتش وغادي يرجع للبلاد ديالو. جات خباره في الكوتشي، يعني الناس اللي نقلوا لنا هذا الكلام هذا جاءوا على طريق الكوتشي، والكوتشي في اللغة الإسبانية كتعني السيارة، وفي الدارجة المغربية الكوتشي هما دوك العربات اللي كيكون فيهم واحد العود بحال اللي كاينين مثلا في مراكش اللي كينقلوا السياح في المدينة. من طبيعة الحال كاين مجموعة ديال التأويلات على هذه القصة هذه، ولكن حنا حاولنا أننا نختار لكم الراجح منها والقريب إلى الصواب. وكانت هذه هي القصة ديال أغنية تكشبيلا تيوليولا. واستمرار هذه الأغنية هذه بيناتنا إلى يومنا هذا ما هو إلا دلالة على تجدر الأندلس في عمق الذاكرة المغربية. وما بقى لي إلا نقول لكم كان معكم بدر عزيز، وإلى لقاء آخر.